تعالى بقى، انت عايز ايه، بالخوذه ولا من غير الخوذه؟ انت حابب ايه؟ اي حاجه. انا حابب اني اتصور في العاصمه الاداريه الجديده كده، عشان كل شرف ليها دايما كده. طب اسمك الكريم الاول؟ محمد. عشان اسامه ابو احمد. انت منين؟ من جنة، من نجع حمادي. من جنة؟ اه. احسن ناس نجع حمادي. اه، من نجع حمادي. طب عايز الخوذه ولا من غيرها؟ خليك براحتك خالص. ايوه كده يا ابو حميد. قول لي بقى حكايتك مع العاصمه جت ازاي. انا حكايتي كنت شغال في ليبيا. ليبيا برضه؟ اه. و سمعت بالعاصمة الإدارية الجديدة وكده، رجعت برضو بعد الثورة. آه. فلما رجعت قلت لا، عشان ما يعني أموتش برا ولا حاجة، يعني لازم أبني لنفسي اسم ومكانة كده مع أولادي وكده يعني. ما شاء الله عندك. إن شاء الله. إيه؟ لا لسه ما اتجوزت. الله. آه. فقلت أجتهد في بلدي وكده، حتى لو ما كانش باسمي، اسم محفوظ في العاصمة الإدارية الجديدة كده. طب بس أنا بتخلف قد إيه؟ إن شاء الله حاجة كويس يعني، ود وبيت، حاجه زي كده. حلوين قوي. اكتر حلوين قوي ان شاء الله. فجيت من 2016 هنا، يعني من 2016. فلما اشتغلنا وكده حسيت نفسي ببني تاريخ مصر كده، مش ما شاء الله، مش شغال كده وبس. فاستمنى من ربنا لما اخلص يعني اخد شهاده كده من العاصمه واعلقها في بيتنا في جنة، بحيث يعني يكون شرف اسمك فيما بعد. محدش ايه لما بتشوف سياده الرئيس جاي لكم زي بحس لما بيقول لكم الرئيس جاي يشوفكم، بحس بفخر وعظامه وفرحان عشان يجي ويشوف يعني رجالته كده شغالين ازاي، وبنينا حاجه كبيره وعظيمه لمصر وتاريخ مصر وعراقه وحضاره، لدرجه ان احنا الحاجات دي ما كناش نشوفها غير في المسلسلات والافلام وفي التلفزيونات فقط، ما كنتش اشوفها هنا خالص. فلما شفتها الواحد حب انه يشتغل ويجتهد لاخر نفس في حياته، بحيث يكون شرف وتاريخ ليه. ان شاء الله يعني بجتهد ديني وبشتغل، بحيث لما اشطب شبكتي واشتغل وكل حاجه كده ان شاء الله. اه ان شاء الله يعني اقول لاولادي لما اتجوز ان انا اشتغلت في العاصمه الاداريه الجديده، مش هيصدقوا من كتر الفخامه اللي احنا شايفينها دلوق والمجهود العظيم اللي عاملاه مصر كده يعني. لما رجعت من ليبيا قعدت قد ايه من غير شغل؟ لا، ما انا اشتغلت، عشان ما ينفعش الواحد يقول كده قعدت اشتغل هنا وهناك تنقلات. والافضل من ذلك العاصمه الاداريه. اشتغلت في شركه ولا اشتغلت؟ لا، مع خاص مع مقاول. اه. لكن هنا احلى حاجه في العاصمه الاداريه ثابت من 2016 مستقر. من 2016 مستقر وثابت وبقبض كل شهر والدنيا حلوه يعني معايا الحمد لله. ما شاء الله 5 سنين دلوقتي مستقر. اه الحمد لله. اه. دي قاعدين نتكلم في جواز. آه وفي شقه ان شاء الله. فعشان كده في امل. آه في امل، واللي شايفينه قدامنا كده دايما في امل ان شاء الله.